لوحده بيبقى مشكله طبعا مشكله ايوه من التجربه لما جالك اسم الاثنين في عمل انبسطت جدا وانبسطت جدا انه مدام اسعاد يونس فكرت فيا وانبسطت جدا انه شادي علي المخرج الجميل المتميز فكر في الدور فيا وحبيت الورق قوي ومع نجوم زي العسل زي السكر زمايلي فنزلت اشتغل بنفس فعلا لا انا بتكلم على شهادة حضرتك انت بتكلم انت الناس هقول لك على حاجه ان الجمهور يعني في برضو في نوع من انواع الضريبه انك انت نجم واخوك نجم فلازم يبقى في ضريبه الضريبه دي هم ليه مش مع بعض هم ده في ناس بتسال هم ليه ما فيش فوتوغرافيا مع بعض انا والله اضطريت ارد مره قلت لهم عشان يا اخوانا الفوتوغرافيا بتاعتنا بتبقى في البيت بالبيجامات انزل ليه والمنطق الثاني هل معقوله لما نيجي نتقابل اروح انا قايمه عامله ميك اب ولابسه وتعالى ليه وبعدين هريحكم اكتر ده التركيبه دي مش في تركيبتنا العائليه يعني مش موجوده واضطريت في الاخر ان انا اقول لهم يعني يعني ارحمونا شويه يعني احنا زي الفل انتوا عايزين ايه احنا زي الفل السوشيال ميديا كده اتجوزوا طب هيطلبوا مين ربنا يبعد عننا الوش ده والحمد لله احنا في اتم صحه وده الحقيقي يعني بحمد ربنا ان احنا بيت دافي متكاتف مش انا واحمد فقط احنا خمس اخوات وربنا مكتب علينا كمان الغربه يعني الثلاثه التانيين بره مصر لكن الحمد لله احنا مع بعض يوميا على التواصل على الجروبات في كتف بعض حضن بعض ظهر بعض سند لبعض وربنا يبارك في ماما اللي ربتنا التربيه دي يا رب عزمك على مهرجان المزايط لا 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 انا ولا حسين فهمي لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com